حاجات كتيرة عكس بعض، تفاصيل حياتنا كل يوم. لو أنا وأنا وحب يلمس قلبنا وقت اللزوم، أيام تفوت وسنين تمر بين السعادة. خلصنا وكنا خارجين. خارجين رايحين فين يعني؟ طب كان تعبان بقالها قد ايه؟ لا هي ما كانتش تعبانه خالص. وطت عشان تاخد شنطتها، اول ما وقفت لقيتها فجاه وقعت. طب العشاء ده كان فيه خمره؟ انا بنتي ما بتشربش. استني يا نادية، ارجوك استني، لازم الاقي تفسير للي حصل. ممكن تتعب اه، لكن تقع مره واحده الموضوع ده يقلقني. هي شربت بس مش خمرة. لا كده انا فهمت. لا خير ان شاء الله. انا هروح اشوف عينة الدم وانتوا خلوها ترتاح، محدش يقلقها. خلاص التمرين ماما. شربتها مخدرات؟ مخدرات؟ مش هيجي من وراك غير الاذى. حضرتك ما كانش قصدي ان انا اذيها. في دكاتره كتير بره بيستخدموا كمعدة. حرام عليك،
حرام عليك اللي بتعمله في بنتي، حرام. اسكتي انتي، انت راجل مستبعد عن حياتك، رايح للموت برجليك. انت حر، حر في نفسك تعمل اللي انت عايز تعمله، حتى مش عايز تتعالج. لكن انا بنتي لا، سيب بنتي في حالها، حرام عليك. انا عايزه بنتي تعيش، عايزاها تعيش، فاهم؟ لسه ما لبستيش. هلبس اروح فين؟ الشغل طبعا. لا، ما انا مش هروح الشغل النهارده. بابا صح. صح في ايه بقى ان شاء الله؟ انا قلت له ان انت بتشتغلي، وهو قال لي ان انت مش هتطولي. هو ليه قال كده؟ عشان انا قلت له ان هو مش هيجيب لي التعب وانت اللي هتجيبي لي التعب، بس هو قال لي ان انت مش هيبقى معاكي فلوس. لا طبعا انا اللي هجيب لك التعب. طب يلا يلا روحي الشغل. لا ما هو مش هينفع اروح الشغل دلوقتي عشان عندي شفت ليلي، بس وعد بكره ان شاء الله هنزل معاك الصبح بدري واروح الشغل. يلا يلا عشان تلحق المدرسه بقى. خلي بالك من نفسك. يا سلام يا زياد. ابنك فرحان بيك يا ساره. بابا كمان فرحان. انا بقى طايره من الفرح. كنت لسه بكلم طنطك عدليه وبحكي لها، والله العظيم ما صدقت. على ايه كل ده يا ماما؟ علشان انت كنت رافضه الشغل ورافضه الجواز. قلت لها لا، ما دام دماغها لانت في الاولانيه ان شاء الله هتلين في التانيه. يا ماما والله يا حبيبتي انا مش بزن ولا عايزه اضغط عليكي، انا بس بقول فرصه انك تشتغلي هتقابلي ناس جديده. يمكن يا ساره، يمكن كل صحيت. بلاش بقى يا ماما تبكتيها، انت اديتيها اللي فيه نصيب في العربيه. انا لو اطول كنت اطول لها رقبتها. يا ساتر يا رب يا ساتر. يا حبيبتي ما تبقي زي الدبه اللي موتت صاحبها. البنت غلطت وما بتغلطش كتير، الدور الباقي بقى على اللي غلطه زمان كتير قوي. يا صباح الفل والهنا والياسمين. صباح النور. الله 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 الله. اظن النومه دي كانت احلى نومه نمتيها في حياتك. بقول لك ايه؟ المره الجايه انا فيها يخفيها. المره الجايه؟ هي هتبقى فيها المره الجايه كمان يا ماما؟ قولي ايه؟ ايه؟ ايه هيبقى فيها مرة تانية؟ مش عارفة. وانت بقى بعد ما شربت البتاع ده عملت زي اللي بشوفهم في السيما وقلتي انا جدع. لا طبعا. لا يا زوزو التانية خمرة، ده حشيش. حشيش؟ الحشيش بيعمل، انا عارفة بيعملوا ايه؟ أول ما ياخدوا الحشيش تروح الرقاصة قايمة بقى ومديها راس. انتوا هتقعدوا تلقفوني لبعض بقى؟ بصراحة دي أول مرة تعملي مصيبة. والبس أنا وش العقل. لا خليكي لابسة يا أختي شوية، أنا عاجبني جو المصايب ده. وأنا عاجبني جو الرقص. من أسبوعين
لما الولد ابني تعب قلبي قبض، كاني حاسس ان اخرت مشاوير الدكاتره والتحاليل والاشعاعات دي انا عارف هيكون ايه، ولو اتاكدنا انا وامه قررنا ان احنا ما نقولوش. صحيح هو هيعرف لما شعره هيقع، لان الولد صغير وشيل الهم ده لسه بدري عليه، ده لسه يا دوبك شنبه خاطط على وشه من كام شهر. الدكتور قال لكم ايه؟ سرطان في العظم. اللي انا عرفته ان بس مش العلاج غالي، لا ده في اغلب الاوقات العلاج مش موجود اصلا، ده غير المستشفيات ما فيهاش سراير والدكاتره طلعان عينيهم زيهم زينا بالظبط. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه ونبتدي فين؟ ونروح فين؟ معلش انا لازم امشي، ممكن تدي له اسم الدكتور اللي انا بتعامل معاه؟ انا كمان ساركوما، سرطان في العظم. الف سلامه يا ابني، سلامتك الف سلامه. بعد اذنكم. تعال يا ابني، هو انت رايح فين؟ تعال. فضايق النهارده اصلا. مش المفروض انك تيجي النهارده؟ بالعكس انا شايف انك لازم تكون معانا. ليه؟ عشان نسكن الوجع اللي جوانا؟ عشان نبص على بعض؟ عشان نحس ان احنا مش لوحدنا؟ عشان نهرب من بصات الناس اللي كل شويه بتبص لنا علشان احنا اقل منهم، عشان احنا عيانين؟ انت قابلت الدكتور النفسي زي ما اتفقنا؟ مش رايح الدكتور النفسي انا نسيم، انا مش مجنون. وانا ما قلتش كده، بس اللي حصل لك ده صعب انك تعديه لوحدك. انت رافض ان اي حد فينا يقف جنبك. عشان مش قادر هتطبطب. امي بتعمل ده ومضطره استحمله عشان هي مش فاهمه. انما انتوا فاهمين ان لو حتى العمليه اللي طيرت رجلي كانت ضروريه، بس في الاول وفي الاخر رجلي راحت ومش هترجع. يعني كلكم بتتخانقوا معايا عشان مش عايز اعمل العمليه. بعدين انت بتعمل العمليه وبتتصرف كده. يعني المفروض ده كلامك يشجعني؟ بس ليه؟ ما احنا كلنا جبل. خايفين. خايفين من العلاج واللي ممكن يعملوا فينا. وخايفين ما نتعالجش لنموت. وخايفين نموت يبقى ما عملناش اللي نستنى نعمله في الدنيا. خايفين نعيش هطول ونلاقي ان الحياه اللي عايشينها مش هي اللي عايزينها. بس كلنا لازم نقف جنب بعض عشان احنا حاسين بألم بعض. انت تشجعني وانا اشجعك، انا اديك امل وانت تديني امل. الامل ده على قد ما هو ساعات مفيد على قد ما ساعات مؤذي. انا ساب ناس، انا صدقت ان العمليه هتبقى سهله. لما لقيت نفسي مش قادر اعديها بقيت اقول لنفسي اني ضعيف وان في غيري عملوها وكويسين. فبقيت متضايق أكتر، متضايق من نفسي ومتضايق منهم. أنا مش قصدي أعيش دور الضحية، بس كل واحد فينا حاسس نفسه ضحية يا سليم. عشان كده أخدت جنب. أنا لا عايز أشيل هم حد ولا أنا شايل همي حد. إحنا كنا بنتعجز على بعض وإحنا أصلاً ما فيناش صحة. اقعدي معايا. لا انا قلت لها لا دبي ولا دياولو، انا هنا سلطان زمان. بس انت مش عايز تروح حتى من باب التغيير؟ ان كان على قد الزياره انا ما عنديش مانع. بس ان انا اروح واقعد هناك كل واحد فيه اللي مكفيه، وانا مش عايز اشيلهم هم فوق همهم. يعني انت متخيل وانت عايش هنا لوحدك هي مش شايله همك هناك؟ لا 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 لا، شايله هم كل حاجه،
بس بتمنى يعدي عليها يوم حلو ينسيها شويه. عارف لما تسيبني وتخرج ولو لساعه واحده بحس انها حاسه بالزمن. انا كنت بفكر اروح اعيش في دبي، افتح فرع للشركه هناك. يعني كنت شايف ان انا ممكن اقضي فتره هناك، بس اول ما عرفت ان الورم رجعلي قلت خلاص خليني هنا جنب ابويا، اشبع منه ويشبع مني. بس طبعا ما عملتش حاجه من التلاته. بقول لك يا سليم، انت ما جاش في بالك انك تشاور عقلك في موضوع العمليه ده؟ اه جه وزعته. وزعته. زرت أمينة؟ أمينة في المستشفى بتاخد آخر جرعة. ما أنت عايز تعرف مين أنا ولا إيه؟ لا أنا عارف أخبارها، بطمن بس. طب إيه رأيك لما تخرج نروح؟ إيه اللي شاغل بالك؟ أنا مشغول بشادي شوية بس. على نعيم برضو عم سليم. هو احنا مش هنشرب حاجة يا عم نعيم ولا ايه؟ يا حبيبي تشرب. يا سلام مدحت. اتنين عصير يا ابني يا صاحبي. انا ما بحبش كمان ده اصلا. صباح الخير. هو عامة كمان انا عندي ميعاد مع الأمر علي كمان. اوكي اتفضل يا فندم. مش عارف الزحمة دي فعلا. بقول لك ايه؟ مين دول؟ دول جايين عشان مقابلة السيلز النهاردة. اوكي. ايه ده عمر؟ ازيك عامله ايه؟ انت عامل ايه؟ تمام الحمد لله. بتعملي ايه هنا؟ كان عندي انترفيو هنا. اوكي. الواد علي كمال بيعمل تيم جديد. تمام. طب كله ماشي تمام؟ الحمد لله، كان انترفيو لطيف. تمام. بس بصراحه بقى انا مش هقدر استنى ان هما يتصلوا بيا، فممكن ابقى اكلمك تطمني؟ ممكن عادي. طيب اوكي، ممكن اخد رقم تليفونك؟ اوكي. شيء كام الرقم؟ ما عداش يوم واحد الا وكلم ابويا على طول وحدد معاه ميعاد يوم الخميس الجاي. شفتي؟ مش هتبقي تسمعي الكلام. طب ما انا عملت اللي انت قلتي لي عليه اهو. بس بعد ايه؟ انت فاكره انا قلت لك الكلام ده امتى؟ كان في تاني جلسه مثلا؟ تاني جلسه. ايوه صح. يوم بقى خلاص اول اللي حصل. طب وافرضي الكيماوي يشتغل والمناعه عليت وما اضطرتش اجي اشحن البطاريه يومين عندكم، وانا هعرف ازاي اللي حصل يا حنان؟ يا رب ان شاء الله ده اللي يحصل وما تعتبيهاش تاني ابدا. يا رب. وبعدين يعني اذا كان على اللي هيحصل في الزياره انا هبقى اكلمك في التليفون واحكي لك كل حاجه، ده لو ما يضايقكيش يعني. لا ده انا اتضايق لو ما عملتهاش، ده انا عارفه القصه من الاول يا بنت. والنبي هتوحشيني. انت بقى مش هتوحشيني ومش عايزه اوحشك. ادعي لي بس يا حنان، ادعي لي الوجع ده كله يجي بفايده. يا رب، ربنا يبعد عنك كل شر ويشفيك ان شاء الله. مساء الخير. يا مساء النور. ها جاهزة يا حبيبتي؟ يلا. أنا حضرت لها كل حاجة في الشنطة بتاعتها. والله برافو عليك. يلا علشان عليا ركنة صف تاني يا حبيبتي. يلا. طب مش هنستنى أونكل نسلم عليه ولا إيه؟ ما هو لو كان فاضي هو كان عرض عليك. يلا. طيب خلاص حاضر نعدي عليه. يلا. شوف وشك بخير بس مش هنا. بره. الحمد لله خلصت كل حاجه. يعني اخذت اخر جرعه وعملت التحاليل وباذن الله تكون خفت. باذن واحد احلى ان شاء الله. يا دي النور يا دي النور. مينو؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي؟ منور يا ام نعيم. ربنا يخليك. اهلا. أهلاً. اتفضل. شكراً يا فندم. شكراً شكراً. ألف حمد لله على سلامتك وربنا يتم شفاك على خير يا مينو يا حبيبتي. يا رب يا حبيبي يا رب. أحسن لو قالوا لي لازم تبتدي العلاج من تاني مش عارفة هقدر أعمل كده ولا لأ. الله. يعني إيه مش هتعرفي؟ طبعاً هتقدري. طبعاً. الله أكبر. فالله لا فالك.
يا مينا هكون فين؟ في الفور سيزونز طبعا. فضلت الف الف ولسه جايه من شويه. قولي ساعه كده وميعاد الشغل يخلص واروح لهم بقى. انا مش فاهمه انت ليه مش بتريحي نفسك ومش بتقولي لهم ان انت سبتي الشغل وخلاص. ايه ده؟ انت فاكره ان انا كرامتي ناقحه عليا علشان هما اللي مشوني من الشغل؟ بس مش هين عليا كده ان زياد يشوفني تاني من غير لا شغله ولا مشغله بعد ما كان خلاص افتكر ان انا بقيت بزنس وومن. طب انا بقى كرامتي ناقحه عليا قوي. ليه؟ في ايه؟ سليم ده مختفي من يوميها. انا في الاول قلت مكسوف بس ده ما استغلش حتى ما جه عم نعيم عشان يجي يطمن عليا. الله، طب ما تكلميه بقى وتشرحي له انه خلاص الموضوع خلص. اه انا عايزه اعمل كده بس مش على التليفون، عايزه اروح. الله، انت رجلك خدت على البيت ولا ايه؟ نزل. هو انا عارفه اصلا هو في البيت ولا في انهي دهب؟ الموضوع ده بقى محتاج ان انا مخمخله عشان نعرف حلاوته. ارجوكي ما تمخمخيش. لا ليه؟ اخر مره فكرتي سودتي وشنا مع البيت شهر. الصراحه يعني نزلنا مدلدلين. ظريفه شهد صح؟ اه موت سكر. موت وسكر جينات اصلها جينات. يخلصي. لا بس بجد انا حاسه ان انا مقصره معاها من ساعه ما جت هنا، انا ما بشوفهاش غير من وقت للتاني. يا بنتي انت في ايه ولا في ايه؟ وبعدين هي اكيد مقدره اللي انت فيه. الله يعيني. اه بس برضه خلينا كده نظبط قعده او خروجه قريب عشان ما تفتكرش ان انا واخده جنب منها. بس ماشي. طب يلا بينا. ايه؟ يلا بينا نحوم كده حوالين بيته بحجه ان انا معايا الجاكيت بتاعته عايزه اديها له. ايوه طبعا. الله زمان يا راجل. الشنط لو سمحت. حاضر. تليفونات مش عايزه لا ماما تتصل ولا حاجه. يفقسوني. ايوه هنا. دي عربيته؟ اه. الو. هاي، ازيك يا امينه؟ اخبارك ايه؟ انا تمام الحمد لله. وانت؟ انا تمام الحمد لله. طمنيني، نتائج التحاليل طلعت؟ لا، التحاليل ان شاء الله بكره المفروض. ان شاء الله خير. انت في البيت؟ لا. لا اصل انا كنت بعمل مشوار جنب بيتك فقلت اعدي عليك عشان اجيب لك الجاكيت بتاعتك. طب ليه تعبتي نفسك؟ ما فيش تعب ولا حاجه، انا كده كده كنت نازله. طيب خليها عندك واخده منك المره الجايه. تمام. ميرسي يا امينه. طمنيني لما نتائج التحاليل تطلع. حاضر. خايفه ليكون تعب تاني ومش راضي يقول لي. اصل الاختفاء دي غريبه شويه الصراحه. شويتين ثلاثه الصراحه. موضوع الجاكيت ده بقى كبسه سودا. بس انا اتقصت من نعيم وقال لي انه شافه قريب وكان كويس خالص. ممكن يكون خبى عليه هو كمان. لا ما دام قال لك كده يبقى كويس. هو انت بتقلقيني ليه؟ ايه اللي قلبه فجاه كده؟ تاكلوا بطاطا شويه؟ خلاص يبقى خاف من المسؤولية وقال لك دي هتتبهدل وتعيا وتتعب. خلع بدري بدري، ما هو مش ناقص برضه. معقول؟ هو يا إما ضحك ومرقعة يا إما خلعان. يا أختي الصحوبية دي، في ناس كده تاخد وش القفص. واضح إن سليم طلع منه. عايزة أجيب أكل، تاكل حاجة؟ سيبتي هاتي أي لخ وخلاص. بقول لك إيه؟ هما الرجالة كلهم كده صنف واطي وضيع.
معقول انا لسه بتخمم في الناس كده؟ اه بس بقى يا جماعه بس مش هينفع اسكت اكتر من كده. ايوه ايه ده؟ هي فين؟ في ايه؟ ماما فين؟ ماما انت بتعملي كده ليه؟ بتعملي كده ليه؟ عملتي ايه يا حبيبتي؟ انت فاكراني عيله صغيره؟ تبعدي عني اصحاب السوق؟ بتعملي كده ليه؟ ما تبصيلهاش. بتبصيلها ليه؟ عايزاها تشوفني كده وكمان ما تقوليش؟ حبيبتي انا كل اللي انا عملته ان انا خفت عليكي. انت بتستكتري عليا، الوحيد اللي بيقف جنبي، الوحيد اللي بيساعدني في وسط كل القرف اللي انا فيه بتبعديه عني؟ انا كل اللي انا عملته ان انا خفت عليكي. انت ماشيه ورا واحد رايح للموت برجليه. برجليه، ده مش عايز يتعالج. انا مش عايزاكي تموتي، افهمي. هو مين ده؟ ما تفهموني. سليم يا زوزو، سليم الوحيد اللي بيعرف يطلعني من القرف اللي انا فيه ده. عارفه ليه هو فرق وانت ما فرقتيش؟ رغم كل خوفك ورغم كل مجهوداتك عشان ابقى كويسه، عارفه ليه؟ عشان الميت اللي انت بتقولي عليه ده الحاجه الوحيده اللي مخلياني حاسه ان انا عايشه. أو لعلمك بقى يا ماما، مش بكرة النتيجة بتاعة تحاليلي طالعة؟ عارفة لو ما خفتش يا ماما مش هتعالج تاني، مش هتعالج. لو بكرة هتشتري شغلك البصة لو مية. يا مسهل. شكرا. شاهد قومي البسي يعني. هنروح لأمينة. مدام قلقان قوي كده، ما جيتش معايا ليه؟ كان شايفها. ليه يعني؟ عشان الكلمتين اللي قالتهم مامتها؟ يا سيدي كلمتين واتقالوا في ساعة دي. وبعدين أمينة خلصت آخر جرعة هلاك. اه بس النتيجة لسه ما طلعتش. لما نطمن هتلاقيها شايلة منك عشان ما كنتش موجود في الوقت ده. حاول تفهم. أنا مش عايز علاقة مامتها تتوتر. بصراحة كل الفترة اللي فاتت وأنا بفكر يمكن عندها حق. حق في إيه؟ يعني أنا بعمل كل حاجة مقتنع بيها وما بيهمنيش رأي أي حد. أنا خايف إن أنا بزقها في طريق شبهي بس مش شبهها. مش شبه اللي هي عايزاه. مش حقيقي يا سليم. لو انت بتزقها فعلا كانت امينه رفضت العلاج وعملت زيك كده بالظبط. امينه بتتعب من العلاج بسببه ضعف مناعه. يعني تعبها من العلاج حاجه، بس تعبها بسبب دي حاجه تانيه خالص. انا مش هقدر استحملها ولا اسامح نفسي عليها. عشان كده انت قررت لها إن الأحسن ليها إنك تبعد بدون ما تديها فرصة تفكر توافق أو ترفض، صح؟ بصيت على اختك؟ لا، قالت لي محدش يصحيها. هي ما كلمتوش؟ طب ما تقومي كده تبصي بصه على ناديه. لا لا لا، سيبيها جوه بتقرا قران. يا رب عدي الليله دي على خير وفرحنا بكره قادر يا كريم، النبي يا رب. وانت كمان حبك معاكي يعني تحكي لها كل حاجة دلوقتي؟ كنت استني لما تطلع النتيجة وما
وبعد كده النهارده هنعمل ايه؟ لا ثانيه واحده، هو مش كفايه ان النهارده يوم صعب عليها؟ انت عايزاني كمان اسيبها في يوم زي ده؟ فاكر ان الشخص الوحيد اللي وقف جنبها طلع برضه زباله؟ مش كفايه الزباله الاولاني اللي سابها في اول محطه ولا ايه بقى؟ خلاص خلاص قطعه وقطعه سيرته وضيع. قومي شوفي مين؟ مين هيجي دلوقتي؟ انا عارفه، اللهم اجعله خير يا رب. كل عادل ازيك؟ ازيك حبيبتي؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. أمينة فين؟ أمينة جوه نايمة في اوضتها. طب اندهي يالي. أمينة أمينة، أنكل عادل عايزك. صدق الله. أهلا يا عادل. ازيك؟ الحمد لله. ازيك؟ أمينة فين؟ أمينة أمينة. ازيك يا أنكل؟ خير؟ في ايه؟ نتيجة التحاليل طلعت يا أمينة. خير يا عادل خير. مبروك يا أمينة، خفيتي.